بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى صرف الأفعال. طبعا في اللغة الفرنسية طبعا كما تنعرفوا بأن هناك مجموعة أزمنة منضوية تحت أربعة أقسام من نوع الصرف تسمى مود. استجابة لبعض الإخوة الذين طلبوا هذا الموضوع، إذا أخذنا مثلا كمثال فقط لو فيرب بارلي، إذا طبعا بارلي هو ينتمي للمجموعة الأولى، إذا كما تلاحظوا بأنه بخمي جروب. طبعا لماذا؟ لأنه ينتهي بأو آخ. إذا كما تلاحظوا بأنه عندنا واحد مجموعة ديال الأزمنة. أولا كما تنشوفوا بأن عندنا أولا لانديكاتيف، إذا هذا ستامود. إذا نتكلم عن لو مود انديكاتيف، إذا ستامود. كما نتكلم عن لون صرف، طبعا هاد الانديكاتيف تنضوي تحت منه واحد المجموعة ديال الأزمنة. إذا عندنا أولا لو بريزون لو باسي. ملي تنقولوا لو بريزون، ملي تنتكلموا على لو بريزون تنتكلموا على لو بريزون دو لانديكاتيف. إذا طبعا ضمنيا تنتكلموا على دو لانديكاتيف. إذا عندنا لو بريزون لو باسي كومبوزي. بنفس الطريقة عندنا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، ثم عندنا لامبارفي دو لانديكاتيف، لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف. كما تلاحظوا لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف، ثم عندنا لو باسي سامبل دو لانديكاتيف، ثم عندنا لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف، ثم عندنا لو فيتور سامبل لو فيتور انتيريور، ثم بعد منها عندنا لو مود سبجونكتيف. حتى هو فيه لو بريزون كما تنشوفو، في لو باسي، في لامبارفي، وفي لو بلوس كو بارفي. لو بلوس كو بارفي لو سبجونكتيف حتى هو سان نوتر مود. هذا سان نوتر مود. عندنا لانديكاتيف، عندنا لو سبجونكتيف، ثم عندنا بعد منه كما تلاحظوا عندنا لو كونديسيونيل. طبعا لو كونديسيونيل في لو بريزون كما تلاحظوا، في لو باسي بروميير فورم، وفي لو باسي دوزيام فورم. بحال تنتكلموا على الماضي ديالو، الشكل الاول والشكل الثاني. ثم عندنا لامبيراتيف، غالبا نتحدث عن لامبيراتيف بريزون اللي هو الامر اللي تنعرفو. ثم عندنا لامبيراتيف باسي، ثم بعد منه عندنا لو بارتيسيب. طبعا هذا فقط شكل تياخذ الفعل، هادو اشكال تياخذ الفعل للدلالة على بعض المعاني غنشوفوها. ثم عندنا الانفينيتيف، طبعا هي الحالة اللي ما تتصرفش فيها الفعل، الحالة اللي ما تتصرفش فيها الفعل حتى هي عطينا هذا الشكل. إذا نتكلم عن الانفينيتيف بريزون، ثم عندنا الانفينيتيف باسي، غنشوفوا الاستعمال ديالو حتى هو. ثم عندنا لو جيرونديف، لو جيرونديف. إذا نتكلم أيضا عن أشكال أخرى تأخذ الفعل، تنتكلموا بالخصوص هنا على لو جيرونديف بريزون، ثم لو جيرونديف باسي، ثم لو جيرونديف باسي. كما تلاحظوا بان الفعل ممكن انه ياخذ هذه الحالات. طبعا نتكلم عن كل فعل فعل الا ويمكن عموما ان يصرف في هذه الحالات. طبعا في كل حاله تصرف فيها الفعل الا وتيكون عنده واحد المعنى. طبعا عموما اللي تستعملوا بزاف طبعا هو ديال الانديكاتيف، خاصة لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو فيتور سامبل، مثلا لو باسي سامبل. ثم في حالات اقل ممكن نرى مثلا لو بلوس كو بارفي، مثلا لو باسي اونتيريور، لو فيتور اونتيريور. ثم ممكن نرى لو سيبجونكتيف بريزون. كاين عندنا لو كونديسيونال بريزون ايضا يستعمل الى حد ما. ثم لامبيراتيف بريزون، هذه الازمنه الاكثر استعمالا عند الحديث عن الصرف. اذا في الغالب نتكلم عن لي مود. اولا نرى هاد التجمعات الكبيره باش نعرفوا الصرف. طبعا خاصنا نعرفوا هاد لي مود. لي مود، اول مود كما شفنا من قبل هو لو مود انديكاتيف. طبعا لو مود انديكاتيف هو اللي ضمنيا تنتكلموا فيه على
لو بريزون على لو باسي كومبوزي تنتكلموا على لامبارفي او نتكلم مثلا على لو بلوس كو باري او لو باسي سامبل لو باسي انتيريور لو فيتور سامبل لو فيتور انتيريور ثم لو فيتور بروش. الى خدينا مثلا لو مود انديكاتيف كما تنشوفوا الانديكاتيف اي تام مود اذا هو واحد المود. كما نتكلم عن طريقه صرف بيرسونيل، شنو هي بيرسونيل؟ كي سو كونجوغ اون بيرسون، يعني انه تيتصرف مع جو، مع تي، مع ايل، مع نو، مع فو، ثم مع ايل افيك اس، ثم مع ال افيك اس. اذا تيتصرف مع ضمائر. غنشوفو واش كاين شي صرف اخر ما تيتصرفش مع ضمائر. طبعا كاينه. غنشوفو بعض الحالات بحال مثلا تنتكلمو على لو بارتيسيب بريزون. لو بارتيسيب بريزون مثلا تنقولو مثلا اون مارشون، تنقولو مثلا مارشون يعني ماشيا. شكون هو اللي ماشيا هنا؟ ممكن نكون انا، ممكن تكون انت، ممكن يكون الاخر ماشيا. اذا طبعا هذه الحاله بحال هذا الشكل ان بيرسونيل، يعني انها ما تترجعش لواحد الضمير معين. ما تنعرفو الكلام على من الا لكملنا الجمله. غادي غنشوفو هذه الحاله طبعا ايضا. اذا لانديكاتيف ايت مود بيرسونيل. اذا لانديكاتيف اولا بما فيه هاد الازمنه كلها، لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو بلوس كو بارفي، لو باسي سامبل، لو باسي انتيريور، لو فيتور سامبل، لو فيتور انتيريور، اي لو فيتور بروش. اذا هاد الازمنه كلها تتصرف مع جو، مع تي، مع ايل، مع نو، الى غير ذلك كما ذكرنا. اذا لو مود انديكاتيف بيرمي دانديكي اون اكسيون دون سا رياليتي. اذا لو مود انديكاتيف بيرمي انه يمكن دانديكي من الدلاله او من الاشاره الى اون اكسيون، الى واحد الحدث وقع على الارض دون سا رياليتي يعني في حقيقته. اذا تنتكلم على واحد الحدث وقع بصح على الارض وحنا تنتكلموا عليه من خلال واحد الفعل تنصرفوه في الانديكاتيف. اذا داك الحدث انه وقع بصح، ماشي خيالي او حلم او تمني كما غنشوفوا مع الحاله ديال لو كونديسيونيل مثلا او مع لو سوبجونكتيف. اذا نتكلم عن حالات اخرى هذه ماشي حقيقيه، تتكون عباره عن تمني او عن شك الى غير ذلك. هنا تنتكلموا على واحد الحدث اللي فعلا موجود على الارض وتعكسوا واحد الفعل مصرف بالانديكاتيف. اذا لو مود انديكاتيف بيرمي دانديكي اون اكسيون دون سا رياليتي. اذا لو مود انديكاتيف هو يمكن من الاشاره الى واحد الحدث، نتكلم عن اون اكسيون يعني واحد الحدث، واحد الفعل وقع على الارض. لاكسيون مقصود بها واحد الفعل وقع على الارض. اما لو فيرب هو داك الفعل اللي تنصرفو في اللغه للدلاله على الفعل الحقيقي اللي وقع على الارض. الا كان واحد السيد تياكل، الا تكلمنا على واحد الشخص انه في واحد الريستورون تياكل، اذا هو تياكل، تيقوم بواحد الفعل، هذاك الفعل حقيقي. حنا تنتكلموا عليه نقول فلان ياكل. اذا هذه حاله اخرى ديال الجمله تتعكس ديك الحقيقه الموجوده على الارض. اذا هنا تنتكلموا على لو مود انديكاتيف. اذا il s'agit du mode où on indique. اذا نتكلم على واحد المود où on indique، حيث نحن نشير. où on indique حيث نحن نشير، اي او وحيث ce que l'on dit وحيث ما نقوله est tenu pour vrai، انه يؤخذ كحقيقه، انه يؤخذ كحقيقي. اذا اللي قلنا واحد الكلام، السامع اللي غيسمع الكلام غيعرفك بانك تتكلم على واحد الحاجه حقيقيه وماشي خياليه، فقط الا استعملتي هاد لو مود. اذا الا تكلمتي على البريزون مثلا، اذا السامع غيعرفك بانك تتكلم على واحد الحاجه حقيقيه في البريزون. الا تكلمتي على لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف،
إذن السماء غيعرفك بأنك تتكلم على واحد حاجة حقيقية وقعت في الباسي. نفس الشيء في لامبارفي، نفس الشيء مع لو بلوس كو بارفي، نفس الشيء مع لو باسي سامبل، لو باسي انتيريور، لو فيتور سامبل، لو فيتور انتيريور إلى غير ذلك. إذن نتكلم على واحد المود اللي ملي تنصرف فيه الفعل فالسامع تعرف بأننا تنتكلم على واحد الحقيقة. إذن il s'agit du mode، إذن يتعلق الأمر بواحد المود، و on indique حيث نحن نشير إلى شيء، أو وحيث تنتكلم على هذا المود، وحيث ce que l'on dit ما نقوله est tenu pour vrai أنه يؤخذ كحقيقي، أنه يؤخذ كحقيقي أو كحقيقة. les temps de l'indicatif sont، إذن أزمنة الانديكاتيف هي أولا عندنا لو بريزون، ثم عندنا لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو بلوس كو بارفي كما قلنا، لو باسي سامبل، لو باسي انتيريور، لو فيتور سامبل، لو فيتور انتيريور، إي لو فيتور بروش. إذن هذا من جهة. إلا خدينا لو بريزون، طبعا غنشيرو فقط إلى البدايات. ألومبلو دو بريزون دو الانديكاتيف سو طون إكسبريم أن في ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Et donc, ce temps exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Ce temps, à ce moment, exprime un fait, يعبر عن حدث ou une action. Et donc, يعبر عن حدث ou une action, ou يعبر عن فعل على الأرض qui se déroule, الذي يحدث au moment في اللحظة où nous nous exprimons في اللحظة التي نحن فيها نعبر. إذن في الوقت التي تكون تتكلم وتتكلم على واحد الفعل في البريزون، هذا يعني بأن ما تقوله، هذا يعني بأن الفعل الذي تتحدث به هو يعبر عن واحد الحدث أو على واحد الفعل على الأرض يحدث في ذلك الوقت الذي أنت تتكلم فيه. مثلا example أوفاتي example أمثلة أوفاتي أين أنت تسير، يعني فين غادي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك أنت غادي وأنا تنسولك أنت فين غادي. إذا تتكلم على الفعل اللي تحدث في اللحظة اللي أنا تنسول فيها. إذا مثلا نقول مثلا جو بار على بلاج، إذن تسولتني في الغادي، أنا أنطلق إلى الشاطئ. إذن أنا راني منطلق، إذن أنا راني منطلق، أنا غادي، أنا في الطريق. جو بار على بلاج، إذن هنا تنتكلم على واحد الفعل اللي تحدث في اللحظة. مارك رونج سي زافيغ، إذن مارك تجمع أو تنظم سي زافيغ أشياءه أو أدواته أو شؤونه إلى غير ذلك. إذن مارك تقوم بهذا الفعل في اللحظة اللي أنا تنتكلم. إذن هذا لو بريزون دو لانديكاتيف. من بعد غنكملو. إلا خدينا مثلا لو باسي كومبوزي، ألومبلوا دي باسي كومبوزي دو لانديكاتيف. لو باسي كومبوزي كون سون نو لانديك، إذن ألومبلوا عند استعمال du passé composé de l'indicatif du passé composé de l'indicatif. إذن عند استعمال هذا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف الخاص بلو مود انديكاتيف، لان لي زوتر مود كما تلاحظوا تاوما عندهم لو باسي ديالهم، ولكن هنا تنتكلموا على لو باسي كومبوزي الخاص بلانديكاتيف. إذن الون بلوا دو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، إذن عند استعمال لو باسي كومبوزي الخاص بلانديكاتيف لو باسي كومبوزي كوم سون نو لانديك، إذا لو باسي كومبوزي كما اسمه يدل، إذا المقصود هنا كما يدل عليه اسمه، إتان طون دو باسي، إذا هو واحد الزمن ديال الماضي. إلي إكسبخيم دونك أون أكسيون أو أن في كي ديجا إو ليو، إذا هو يعبر على واحد الفعل أو أن في أو واحد الحدث، أو تعبر على واحد الحدث كي ديجا الذي هو من قبل
اليو أنه كان له مكان. إذا تنتكلم على واحد الحادث أو على واحد الفعل اللي كان من قبل عنده مكان، عنده مكان. ما معنى هذا؟ يعني أنه حدث، هذا هو المقصود. مادام أنه حدث إلا وكان له مكان في الوقت، كان له مكان في الزمان. أمومة في اللحظة ونونوز إكسبريمو، يعني أنه كان سبق ليه حدث بالنسبة. أمومة ونونوز إكسبريمو في اللحظة التي نحن نتحدث. ما معنى هذا؟ تنستعمل واحد الفعل في الباسي كومبوزي في الكلام ديالنا في ديك اللحظة، تيكون داك الفعل حدث وحنا عادة نتحدث عليه، تيكون داك الحدث وقع وحنا عادة نتحدث عليه. إذا ملي تنستعملو الباسي كومبوزي، هذا تيعني بأن في الوقيتة اللي تنكونو تنتكلمو على واحد الحدث أو على واحد الفعل وتنستعملو الباسي كومبوزي، هذا تيعني بأن هذاك الحدث وبأن داك الفعل على الأرض أنه حدث، أنه سبق ليه حدث. مثلا nous avons mangé، نحن أكلنا. الآن أنا أقول هذا الكلام، أقول ماذا؟ nous avons mangé. ماذا يعني هذا؟ بأننا أكلنا قبل قليل. مثلا elles sont arrivées. إذن هم وصلوا، إذن هم وصلوا، هذا تعني بأنهم وصلوا قبل اللحظة التي أنا أتحدث فيها. هذا لو باسي كومبوزي. من بعد إن شاء الله غنكمل معه. ثم عندنا l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu. إذن بنفس الطريقة نتكلم على l'imparfait. إذن هو تعبر على واحد لوفي، تعبر على واحد الحدث، أو une action أو تعبر على واحد الفعل على الأرض طبعا. qui a déjà eu lieu، الذي كان له من قبل ما كان، المقصود أنه وقع من قبل. au moment، بالنسبة لديك اللحظة. où nous nous exprimons، حيث نحن نعبر. إذن في ديك اللحظة اللي احنا تنتكلموا فيها وتنستعملوا فيها الامبارفي، هذا تعني بأننا تنتكلموا على واحد الحدث أو على واحد الفعل على الأرض أنه سبق حدث. مي، ولكن كي بو أونكور سو ديغولي، ولكن بالمقارنة مع لو باسي كومبوزي في لامبارفي، ممكن أن الحدث مازال باقي مستمر. ممكن أن الحدث مازال باقي مستمر. تنتكلم على واحد الفعل أنه حدث، ولكن ممكن أنه باقي مستمر في الحدود. كون تي ايتي انفون، ممكن أقول لطفل عندما كنت طفلا، هو يقول مازال طفل. كون تي ايتي انفون، عندما كنت طفلا، والطفل مازال طفل. إذن أنا أتكلم مع طفل، أقول له عندما كنت طفلا، المقصود عندما كنت صغيرا، والطفل لا زال صغيرا. تي ايتي تيميد، أنت كنت خجول. لاحظوا الفرق بين الزمنين. طبعا أيضا l'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène. الفرق أيضا بين l'imparfait وبين le passé composé أن l'imparfait ممكن أنه يستعمل للتعبير عن مشهد. l'imparfait est souvent، هو في الغالب، utilisé، أنه يستعمل pour décrire une scène، للتعبير عن مشهد. ان بيزاج، او التعبير عن منظر. طبعا هذه القضيه تتوقع في القصص، تنكون نتكلموا على واحد القصه معينه، تنتكلموا في الاحداث ديال واحد القصه. اذا تنوصفوا واحد المشهد، تنوصفوا واحد المنظر، ثم في ديك اللحظه اللي تنكونوا نوصفوا داك المنظر او داك المشهد، تتوقع شي حاجه. هنا تيدخل لو باسي سامبل. طبعا لامبارفي ممكن انه يجي كتوطئة باش يحدث لو باسي سامبل. لو باسي سامبل طبعا تيجي باش يعبر على واحد الحدث اللي وقع بواحد السرعة. طبعا لو باسي سامبل انه تيستعمل بواحد الشكل كبير في القصة للدلالة على السرعة، طبعا للتحميس الى غير ذلك. اذا طبعا لو باسي سامبل هو مناسب جدا لتجعل القارئ انه يتابع بواحد الفضول بقية القصة مثلا إلى غير ذلك.
اذا طبعا لو باسي سامبل غالبا تيجي بعد ما تيكون لامبارفي جا باش يوضع عليه واحد التوطئه. اذا لامبارفي اي سوفون يوتيليزي بور ديكريغ اون سين ان بيزاج. اذا لامبارفي في الغالب انه يستعمل لوصف واحد المشهد او واحد المنظر. اكزومبل كمثال لو سولاي ديسوندي، لو سولاي ديسوندي ديغيغ لا مونطان. اذا كما تلاحظوا باننا تنتكلم على الشمس ديسوندي انها تنزل، كما نقول انها كانت تنزل ديغيغ لا مونطان خلف الجبل. اذا فيما تيكون عندنا تعابير بهذا الشكل هذا تنستعملوا لامبارفي للتعبير لوصف مشهد او لوصف منظر. مثلا ممكن نقول لو سولاي ديسوندي ديغيغ لا مونطان سودا نافيون طومبا، وفجأة طائرة تسقط. اذا طبعا نستعملوا لو باسي سامبل للدلالة على واحد الحدث وقع بشكل مفاجئ، مثلا بعد ما عملنا واحد التوطئة مثلا بلامبارفي. طبعا سنكمل مع لامبارفي فيما بعد. ثم عندنا مثلا لو بلوس كو بارفي، امبلوا دي بلوس كو بارفي. اذا نستعمل لو بلوس كو بارفي. لو بلوس كو بارفي امبلويي افيك ان اوتر طون دو باسي. اذا لو بلوس كو بارفي امبلويي، لو بلوس كو بارفي انه يستعمل افيك ان اوتر طون، تستعمل مع زمان اخر. لو بلوس كو بارفي فيما نشوفوه فهو تستعمل مع زمان اخر، ممكن ان هذا الزمن الاخر يكون ضمني احيانا. لو بلوس كو بارفي امبلوي افيك ان اوتر طون، اذا لو بلوس كو بارفي انه يستعمل مع زمن اخر دو باسي للماضي. تنتكلموا بالخصوص على لو باسي كومبوزي، ممكن ان لو بلوس كو بارفي يستعمل مع لو باسي كومبوزي او بيان افيك لو باسي سامبل، او يستعمل مع لو باسي سامبل. شنو الفائده ديالو مع هاد الزمانين؟ الا تستعمل لو بلوس كو بارفي مع لو باسي كومبوزي او بيان افيك لو باسي سامبل، شنو هي الفائده ديالو؟ بيرمي انه تيمكن او تيفيد ديكسبريمي للدلاله للتعبير لونتيريوريتي على الاسبقيه دون اكسيون، اسبقيه واحد الفعل على الارض بارابور à une autre action passée par rapport à une action passée. إذن هو تعبر على واحد الأسبقية ديال واحد الفعل بالنسبة لواحد الفعل في الماضي. إذن حنا تنتكلم على واحد الفعل وقع في الماضي، باش نتكلم على واحد الفعل آخر قبل منه في الماضي غنستعمل بلوس كو بارفي. داك الفعل اللي بغيت نقول عليه بأنه راه قبل من فعل آخر في الماضي، إذن علي أن أصرفه في لو بلوس كو بارفي، وبالتالي هو تيبين لي بأنه راه قبل من فعل آخر. مثلا المادي، لاحظ هنا المادي هي قالت لي، شنو هنا؟ عندنا لو باسي كومبوزي كيل نو لافي جامي في. إذن هي قالت لي بان ما عمرها شافته، ما عمرها شافته امتى؟ قبل من لقيته اللي قالت لي. اذا هي قالت لي، اذا عندنا هي قالت لي، هذا الفعل عبرنا عليه بلو باسي كومبوزي. اشنو قالت لي؟ كيل نو لافي جامي في، بان هي ما عمرها شافته. اذا ما عمرها شافته اش من وقت؟ قبل من لقيته اللي هي قالت لي. إذن طبعا كما تلاحظوا بأن لو بلوس كو بارفي جا هنا مع لو باسي كومبوزي. المادي هي قالت لي إل نو لافي جامي في، بأن هذا الأمر حدث قبل من المادي. ثم عندنا مثلا المغاكونتا هي حكت لي، طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيرب راكونتي كاين في لو باسي سامبل. المغاكونتا إذن هي حكت لي كيل نو لافي جامي في. إذن طبعا نفس الطريقة أن لو بليس كو بارفي تيجي مع لو باسي كومبوزي
أو تيجي مع لو باسي سامبل، ولكن باش يفيد بأن حدث آخر وقع قبل من هاد الزمنين. إذن طبعا نستكمل فيما بعد مع هاد الزمن. ثم عندنا لو باسي أونتيريور، لومبلوا دو باسي أونتيريور. لو باسي أونتيريور est utilisé le plus souvent. Est utilisé le plus souvent et dans le passé antérieur. كما نقول زمن سابق. كما نتكلم عن ماضي سابق. Le passé antérieur est utilisé. أنه يستعمل le plus souvent. في الغالب جدا. Avec le passé simple. أنه تستعمل مع le passé simple. Pour exprimer l'antériorité d'une action. طبعا بحالو بحال لو بليس كو بارفي، فقط انه في الغالب تستعمل مع لو باسي سامبل. هذا لو باسي اونتيريور، انه في الغالب تستعمل مع لو باسي سامبل للدلاله على الاسبقيه ديال واحد الفعل. اكزامبل مثلا كونتيل يفيني، اذا هنا عندنا لو باسي اونتيريور il hurla. il hurla عندما هو أكمل إيل يغلى، كما نقول هو صاح. إذن كما تنشوفوا بأن لو باسي أونتيريور جا قبل لو باسي سامبل، جا قبل من واحد الماضي آخر اللي هو لو باسي سامبل. كونتي لو فيني عندما هو أنهى، عندما هو أكمل إيل يغلى هو صاح أو هو سهل. إذا نتكلم عن حيوان مثلا، أنه أكمل الأكل مثلا ثم صاح مثلا. إذا المهم أنه أكمل ثم صاح. إذا أكمل في الماضي، أكمل أولا في الماضي، إذا عبرنا عنها بلو باسي أونتيريور. ثم بعدها في الماضي هو صاح، إذا طبعا عبرنا عنها بلو باسي سامبل. إذا لو باسي أونتيريور بحالو بحال لو بليس كو بارفي، فقط انه في الغالب جدا تستعمل مع لو باسي سامبل. طبعا نستأنف مع هاد الزمن فيما بعد. ثم لو فيتور سامبل، لومبلو دو فيتور سامبل، استعمال لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل اكسبريم ان في او ان اكسيون كي سو ديرولغا بلو تار. طبعا كما هو معروف لو فيتور سامبل اكسبريم ان في او ان اكسيون كي سو ديرولغا بلو تار. اذا نتكلم عن المستقبل البسيط، اكسبريم ان في الذي يعبر عن حدث او ان اكسيون او يعبر عن فعل على الارض كي سو ديرولغا الذي سيحدث بلو تار، سيحدث فيما بعد. اللي تهم هنا كتذكير لأننا نتكلم على هذه الأزمنة كلها دو لانديغاتيف. فإلا تكلمنا مثلا على لو فيتور سامبل، لو فيتور سامبل حنا تنتكلم على واحد الفعل اللي غادي يحدث بصح، ماشي تنتكلم على واحد الفعل اللي تنتمنوه اللي ربما ما يوقعش، أو تنتكلم على واحد الفعل اللي مشكوك في الحدود ديالو. هذا عنده زمن آخر، هذا عنده مود آخر، تا هو فيه لو بريزون، هو في لو باسي الى غير ذلك. لكن هنا تنتكلم على احداث انها جديه، انها غادا توقع بالفعل. اذا بحال هنا تنتكلم على مستقبل واحد الفعل غيوقع فيما بعد. il n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. تنتكلم على واحد الحدث او على واحد الفعل. il n'a pas encore eu lieu الذي ليس له بعد مكان. المقصود أنه لم يحدث بعد. أمما في اللحظة حيث نحن نعبر. إذن في الوقيتة اللي تنكون نتكلمه، على واحد الفعل، على واحد الحدث غيوقع في المستقبل، إذن في تلك الوقيتة هو مازال ما حدثش. هذا هو اللي بغي يقولونا. اكزامبل كمثال، لا سومين بروشان الاسبوع القادم، اذا اتكلم على المستقبل. نو بارتيرون اون فاكونس، نحن سنذهب، نحن سننطلق في عطله.
إذن حنا غنمشيو للعطلة، حنا غتكون عندنا عطلة. إذن تنتكلموا على العطلة اللي مازال ما حدتاتش، ولكن أنها غدا تحدث بالصح ماشي تمني. إذن هنا تنستعملوا مثلا كما عندنا هنا، يمكن التعبير عن هاد الحدث أو عن هاد الفعل بلو فيتور سامبل، نستكمل مع هاد الزمن فيما بعد. ثم عندنا لو فيتور أنتيريور، لومبلوا دو فيتور أنتيريور، استعمال هاد الزمن. لو فيتور أنتيريور إت أن طون دو فيتور، إذن هو واحد الزمن خاص بالمستقبل. سيت أن طون كومبوزي، كما تلاحظوا هو زمن مركب. ملي تنتكلمو على لو فيتور أنتيريور ماشي بحال لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل هو زمن بسيط، كما تلاحظوا كما لاحظنا بأن الفعل تيتصرف بوحدو، تنزيدو له لي تيرمينيزون، ما معاهش لوكسيليار أفواغ أو لوكسيليار إتر. هنا لا، هنا غنتكلمو على واحد الزمن اللي هو كومبوزي، سيت أن طون كومبوزي، يعني ممكن يكون معاه لوكسيليار أفواغ أو لوكسيليار إتر. غير هو لوكسيليار إتر أو أفواغ غيتصرف في لو فيتور، لو فيتور سامبل اللي شفنا. ثم غنضيفو له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، لاحظوا الفرق. إذن أمبلوي أفيك لو فيتور سامبل، إذن هو في الغالب هاد لو فيتور أنتيريور أنه تيتستعمل مع لو فيتور سامبل. كونكوردونس، كما تلاحظو تطابق، كونكوردونس تطابق. لو فيتور أنتيريور بو سامبلوي أفيك لو فيتور سامبل، إذن لو فيتور أنتيريور ممكن أنه يستعمل مع لو فيتور سامبل، مع المستقبل البسيط، بور إكسبريمي أون أكسيون كي أورا ليو أفون أون سكوند أكسيون. إذن حنا تنتكلمو في الحالتين على المستقبل، ولكن هاد المستقبل عندنا جوج الأحداث، الحدث الأول غيسبق الحدث الثاني. الحدث الأول اللي غيسبق غنستعملوه، غنصرفوا الفعل ديالو في لو فيتور أنتيريور. الحدث الثاني اللي غيحدث غنصرفوا الفعل ديالو في لو فيتور سامبل. إذن إكزومبل كمثال، كون تي سورا بارتي، كون تي سورا بارتي، عندما أنت ستنطلق. لاحظ هنا صرفنا لو فيرب بارتيغ أو فيتور أنتيريور، شنو اللي صرفنا؟ صرفنا لوكسيليار إتر في لو فيتور سامبل، شنو زدنا له؟ زدنا له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ. علاش حصلنا؟ حصلنا على لو فيتور أنتيريور. طبعا غنوجدوا أفعال أخرى ممكن تصرف مع لوكسيليار أفواغ. إذن طبعا لو فيرب بارتيغ كما تنعرفو فعل إنطلاقة، تتعلق بالشخص هو اللي غينطلق، إذن أكيد غنصرفوه مع، هو تيطلب يتصرف مع لوكسيليار إتر. إذن كون تي سورا بارتي، عندما أنت ستنطلق، إيل فيرمورون لا بورت، هم سيغلقون الباب. إمتى غيغلقو الباب؟ غيغلقو الباب بعد ما أنت غتنطلق، وهذا الشيء في المستقبل. أنت غتنطلق في المستقبل، وهما في المستقبل غيغلقو الباب بعد ما أنت غتنطلق. إذن كون تي سورا بارتي، إذن طبعا باش يكون عندنا هذا المعنى وهذا التسلسل، الحدث الأول اللي غيوقع في المستقبل تنصرفو الفعل ديالو في لو فيتور أنتيريور. الحدث الثاني اللي غيجي من بعد منه في المستقبل، الحدث الثاني اللي غيجي من بعد منه في المستقبل، غنصرفو الفعل ديالو في لو فيتور سامبل. كما تنشوف هنا عندنا لو فيرب فيرمي كونجوغي او فيتور سامبل، إيل فيرمورون لا بورت. إذن كما تلاحظوا عندنا جوج الأحداث متسلسلة في المستقبل، الأول صرفنا الفعل ديالو في لو فيتور أنتيريور، الأول صرفنا الفعل ديالو في لو فيتور أنتيريور، الثاني صرفنا الفعل ديالو في لو فيتور سامبل. طبعا غنشوفو فيما بعد هاد الزمانين طبعا، وغنشوفو التركيبة ديالها كيفاش نحصلو عليها كباقي الأزمنة اللي شفنا. ثم لو فيتور بروش
طبعا كمان نتكلم عن المستقبل القريب emploi du futur proche. Le futur proche exprime une action qui va se dérouler très prochainement. إذن بالمقارنة مع le futur simple ثم le futur antérieur اللي توقع قبل من le futur simple. إذن بالمقارنة مع هاد الزمنين ديال المستقبل حنا هنا تنتكلم على واحد المستقبل من نوعية خاصة أنه غيوقع قريبا جدا قريبا جدا. هذه عندها واحد الشبه بما يحدث بما يقع في الدارجة المغربية مثلا وربما في الدارجة الجزائرية والتونسية إلى غير ذلك. إذن تنقول مثلا أنا غادي نقوم بواحد الفعل أنا غادي ديك غادي بحال تنتكلم على لو فيرب الي وكأننا نتكلم على لو فيرب الي يعني لو فيرب الي فعل ذهب نفس الشيء هنا غنستعملو لو فيرب الي لو فيتور بروش اكسبريم اون اكسيون كي فا سو ديرولي تري بروشانمون. نتكلم عن واحد الفعل على الارض نتحدث عن فعل على الارض كي فا سو ديرولي الذي سيحدث تري بروشانمون جد قريبا. اش تنقولو تنقولو مثلا جو في بروندر انا غادي ناخذ انا غادي ناخذ يعني انني غناخذ الان يعني انني غناخذ يعني بعض لحظات جو في بروندر انا غادي ناخذ انا ساخذ مون تران انا ساخذ قطاري دون 5 مينوت بعد 5 دقائق. لاحظ الفرق نتكلم هنا عن مستقبل يكاد يكون حاضر يكاد يكون الحاضر كأننا نتكلم عن حاضر قريب. Je vais prendre mon train dans 5 minutes. أنا سأخذ قطاري كما نقول في 5 دقائق المقصود بعد 5 دقائق. إذا لاحظ الفرق هذا le futur proche. طبعا هذه الأزمنة اللي تكلمنا عليها الآن هي كلها منضوية في تحت لانديغاتيف وكلها كما تلاحظوا واقعية تنتكلم على أحداث واقعية. فيما بعد إن شاء الله سنستكمل مع لي زوتر مود غنشوفوا لو مود كونديسيونيل لو مود سوبجونكتيف لو مود بارتيسيب لو مود جيرونديف لو مود امبيراتيف اي لو مود انفينيتيف. إذن هذه غنشوفها في الفقرة القادمة إن شاء الله باش نلاحظوا الفرق بين هاد لي مود ثم الأزمنة المنضوية تحتها باش تكون عندنا واحد المقارنة. إلى ذلكم الحين أحييكم وإلى لقاء قريب بإذن الله.